حنا غادي نعطوا انه كانظار هاد الوقفه ديالنا اليوم كانظار لهاد التعاونيه هذه، الى ما حلاش المشكل ديالها ورجعات العاملات العمل ديالهم راه حنا غنديروا برنامج اخر ديال الوقفه الاحتجاجيه كيف ما ان شاء الله الاخ عقيل الاحتجاجيه جهويه واعتصام شي حاجه اللي تقدر كيف ما انه راه عارفين هما التجارب الجامعه الوطنيه القطاع الفلاحي وكتوصلهم الاصدقاء وكتوصلهم الاخبار، داك الشيء علاش كيحاربونا؟ علاش كيحاربونا وطيبوا السوء المكاتب ديال النقابات اللي هي ديالهم ديال الاداره اللي بغاو هما غير نعم سيدي الله يسخر الله ييسر، ما بغاوش اللي يقول القانون ما بغاوش اللي يطلب الحق ديالو. حنا ما غاديش نشدوا على التعاونيه هذه وغادي نناضلوا حنا كنحيوكم ونحيو النضال ديال العاملات هادو وبغينا على اساس انكم تزيدوا في النضال ديالكم وتستمروا حتى تحققوا المطالب ديالكم، ما تعياوش ما تراجعوش ما يخلعوكمش. حنا راه التضامن ديالنا كجامعه وطنيه قطاع الفلاحي السماسه راه غنديروه، وحتى الجامعه على الصعيد المركزي كتابه الفيديو ديال الجامعه خاصها هي تدير الخدمه ديالها ونفضحوها التعاونيه هذه باش على اساس انه باش العمال والعاملات كيوصلوا للحقوق ديالهم. حنا عارفين هاد الحي الصناعي فيه مجموعه ديال محطات التنفيذ وديال الشركات اللي خايفين انهم تكون عندهم النقابه، وهاد الوقفه الاحتجاجيه راه غادي دير واحد الصدى، ماشي غادي نقولوا حنا راه وقفه احتجاجيه رغم قله الناس اللي ديال المناضلين والمناضلات، وانما راه غادي تعطي الصيت ديالها وغادي توصل الرساله للمجموعه، ماشي غير للرميله وانما المجموعه ديال الشركات. ونتمناو انه ان شاء الله يكون الحل قريب عاجل ونوحدوا ولا سبيل عن النظام. وتحيه لكم. يا عامل جا وقتك، يا عامل جا وقتك.
حقك يا أمير شفتك، ولو تدار على 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 حقك يا أمير شفتك. أهلاً بكم.